السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن حاجة مشهورة جدا بتسبب تأخر الكلام عند الأطفال وغائبة عن أذهان الكثير من الأمهات والآباء، ولكنها منتشرة هنا عيادة الأم والطفل. معاكم دكتورة إيمان عز الدين، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا بحضراتكم. خلينا نبدأ الأول نشوف الطفل عشان يتكلم محتاج إيه في عجالة كده. أولا إن يكون الطفل حواليه ناس بتتكلم معاه او بتتكلم حواليه بلغه واضحه ولغه واحده، ما يبقاش فيه لغتين حواليه، وباستمراريه على طول فيه كلام حواليه. الحاجه الثانيه ان الطفل يكون بيسمع كويس، ودانه كويسه ما فيهاش مشكله، يعني ما يبقاش فيه اي نوع من انواع ضعف السمع. دي حاجه مهمه جدا في تطور اللغه. الحاجه الثالثه ان الطفل يقدر يفهم الكلام اللي بيسمعه. المناطق اللي في المخ مسؤوله عن ترجمه وادراك الكلام تكون كويسه، ما فيهاش اي مشاكل تعوق ان الطفل يفهم الكلام ده. الحاجه الرابعه ان الطفل يكون اصلا مهتم بالتواصل مع الناس اللي حواليه، لان اللغه جزء اساسي جدا من التواصل. فمناطق التواصل في المخ لو هي كويسه والطفل مهتم بالتواصل مفيش مشكله كبيره هتواجهنا، زي مثلا ايه التوحد يعني والحاجات دي، بيكون في مشكله في التواصل وبالتالي مشكله في تطور اللغه. الحاجة الخامسة ان يكون الطفل عنده مخارج الحروف ومخارج الالفاظ كلها سليمة ما فيهاش مشكلة، عشان يقدر يعبر من خلال الاعضاء الكلام، اللسان والشفتين كل الحاجات اللي هي سقف الحلق من فوق، كل الحاجات دي بتساهم، او مخارج للحروف لو ما هياش كويسة او فيها مشكلة الطفل مش هيتكلم كويس. طيب السبب اللي انا هتكلم عليه النهارده وشائع جدا في تاخير اطفال كتير عن الكلام، وفي يعني اهالي مش مدركين اهميته، وهو الانفايرومنتال ديبريفيشن او الحرمان البيئي من الكلام. ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ان الطفل مش بيتعرض بشكل كفايه للغه علشان يطورها. يعني انا دلوقتي الطفل مفيش مدخلات عنده علشان يقدر ان هو يطور اللغه بتاعته. طيب يعني يا دكتوره نعمل ايه؟ هو مفروض ان الطفل بيقدر يسمع الكلام من هو في بطن مامته جنين. كلمي طفلك من وهو جنين في بطن مامته عشان يطور لغته بشكل احسن. يعني لو ما عندوش اي مشاكل تانية، سواء مثلا في مراكز الادراك او الفهم، او في مشاكل في التطور او النمو بتاع الطفل عموما، يعني لو مفيش مشاكل كبرى عند الطفل ده في المناطق الاخرى، ضعف في السمع، مشاكل في الذكاء، الكلام ده هو، فبتكون الحاجه الاشهر يعني اللي هي منتشره فعلا يعني انه الطفل يكون مفيش حد بيتكلم معاه. فانت مطالبه ان انت تتكلمي مع طفلك من وهو حتى جنين يتولد تتكلمي معاه. يا دكتوره هتكلم مع الطفل بايه؟ هو فاهم حاجه؟ هو الطفل مش عارف، انت بتعلميه وبتعلميه من اول يوم ان هو يتولد. تبداي تتكلمي معاه، الغنى جزء من الكلام، من اللغه، غني له طول الوقت، احكي له حواديت، اقرأي له في كتب حتى مناسبة للرضع، هاتي كتب مناسبة للرضع اقعدي قلبي فيها، قولي له أسماء الأشياء اللي حواليكي، استغلي كل فرصة انت وبابا الطفل انه تحكي يعني انت بتعملي ايه في خلال الحياة اليومية. انا دلوقتي انا بطبخ مكرونة على البوتاجاز مثلا، القلم ده الأزرق ده انا بكتب بيه على الورقة، وتكلمي بشكل واضح وصوت مسموع ولغة واحدة، بلاش ان انت تحاولي تدخلي لغة تانية مع اللغة الام، لان الطفل كده لما تتكلمي معاه لغتين في نفس الوقت بيعمل يعني تأخر شوية في الكلام، لانه بتلخبطي الطفل مش عارف ياخد من انهي لغة. فالبيئة اللي حوالين الطفل ان هي تكون غنية وتكون بتمده بالكلام طول الوقت، ده هيفرق جدا جدا في تطور اللغة عنده. وجد ان الاطفال اللي يعني حواليه بيئة كويسة للكلام بيكون نمو الأعصاب المسؤولة عن اللغة والمعرفة والحاجات دي بتنمو أحسن في الشهور الأولى. يعني أقصى نمو لمخ الطفل بيكون في أول سنتين، فلازم تستغلي الفرصة دي وما تفوتيش أي حاجة غير لازم تتكلمي عليها. طيب إيه تاني لو أنا يعني أنت بتتفرجي على الفيديو ولقيت أن أنت فعلا اتأخرت أن أنت تتكلمي مع طفلك؟ ابدأي دلوقتي النهاردة. الحاجة التانية يروح حضانة، يروح حضانة يندمج مع أطفال تانيين، يبقى في حواليه بيئة متكاملة فيها لغة بيقدر إن هو يكتسبها من الأطفال اللي حواليه، يبقى في تفاعل، يبقى في لغة. ويعني أطفال كتير جدا فرق معاهم إن هم بيروحوا حضانة
بيلقطوا بقى من العيال وبيعرفوا لغة وكده، ده في حال انه الحاجات التانية كلها سليمة. طبعا لو انت طفلك متأخر في الكلام وحابة تلجأي للدكتور، هو بيتأكد ان كل حاجة تمام، زي ما قلنا ان مفيش ضعف في السمع، ان مفيش مشاكل في التواصل، كل الحاجات دي. لكن انا بتكلم عن طفل بيكون طبيعي فعلا، والطفل ده مجرد ما بيروح الحضانة والام بتهتم بالكلام معاه. والحاجة المهمة جدا ان انت تسحبي اي حاجة سمارت من قدامه، هي الاجهزة الذكية التي تسبب الغباء للاطفال. يعني الطفل ما تحطيهوش قدام تلفزيون او موبايل قاعد بيسحب من مخه، ده مش هيعلمه لغة، دي كلها اشارات للمخ، اشارات بصرية اكتر، هو مش هيقدر ان هو يبص على الالوان الكتيرة جدا ويلقط لغة، خصوصا الحاجات الكرتون والحاجات دي يا اما بتكون فصيحة اغلبها او شامية بعيد عن اللهجة المصرية، فما هياش قريبة مننا، وخصوصا الاغاني والحاجات دي بيبقى في دربكة عالية جدا، موسيقى وكلام من ده، مفيش لغة هيكتسبها، بالعكس دي بتعطل نمو اللغة عنده. فدي اهم خطوات بسيطة تخلي طفلك ان هو يتكلم اسرع وينمي اللغة بتاعته بشكل سليم وشكل احسن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك لو عجبكم شيروا الفيديو على قد ما تقدروا مع امهات تانيين علشان يستفيدوا، ودعمونا واعملوا لنا لايك سبسكرايب للقناه ولايك لصفحتنا على الفيسبوك عياده الام والطفل، وسلام عليكم، شكرا لمتابعتكم.